نحن في زيارة غير عادية لمنزل غير عادي، تلاشت بين أرجائه المسافة الفاصلة بين التزيين والفن التشكيلي، حيث حولته صاحبته إلى عمل فني هو أقرب إلى الفن المفاهيمي. في كل زاوية قصة، وفي كل ركن حكاية تعكس فلسفة صاحبة هذا المنزل بالحياة. وسواء وافقناها أم اختلفنا معها، لا يسعنا إلا أن نبدي إعجابا بهذا العمل الفني الرائع. نرحب بليلى موسى، الفنانة التي رسمت دون أن تستخدم الفرشاة، والتي لونت دون أن تستخدم الألوان. أهلاً ومرحباً بك. أهلاً وسهلاً. مدام ليلى، بيتك أشبه بالمتحف الصغير. ترى هل هو النموذج المثالي للشيء اللي كنتي بتحلمي فيه؟ أكيد، لأنه بيتي المحل الوحيد اللي بعبر عن نفسي براحتي. أنا مش عم أشتغل زبون في بيتي، ولا عمال أعمل ديكور لأحد في بيتي. بيتي بيتي، فبعبر عن نفسي بصدق في بيتي، فأكيد هو اللي كنت أتمناه واللي بتمناه. مدام ليلى، شو الشيء اللي بيجذبك لشراء أي قطعة من هالقطع هاي؟ هل هو سعرها، لما جمالها، لما قيمتها الفنية؟ أول شيء أكيد جمالها. أوكي، في أشياء بسايد إنه جمالها، أنت عارفة قيمتها الفنية، عارفة إيش ترمز، تشتريها لرمز، عارفة قيمتها الفنية طبعاً 100%، بس دائماً يمكن بيبتدي شيء بجمالها، في بيحصل كيمستري بينك وبينها زي أي شيء ثاني. يعني تشوفيها ما فيك تروحي على البيت بدون بتخليها وراكي، وإن رحتي على البيت حتفضلي طول الليل قاعدة مستني الصبح يطلع عشان تروحي ترجعي تشتريه. أنت كمان تعملي بتصميم الديكورات، برأيك مين هو الأكثر قدرة على الربط بين الوظيفة العملية والوظيفة الجمالية، خاصة بتصميم ديكورات المنزل؟ هل هي المرأة لما الرجل؟ ودي نقول الست مشان نكون متعصبة للحريم، إنما الحقيقة أنه لا، القدير في مجاله قدير. وطبعا لو بتطالع على كل الديكوريترز، إن كانوا من عندنا ولا من الغرب ولا من أي بلد، بتلاقيهم أنهم رجال جداً كويسين، والستات كمان زي ما قلت، المتمكن والقدير في شغلته من الستات ولا الرجال كويسين، والمش كويس مش كويس إن كان الست ولا الرجل. وقت بتشتغلي تصميم جديد، ترى هل بتخضعي لطريقة تفكير الآخرين وذوقهم باختيار الألوان، لما إنك بتحاولي فرض خياراتك يلي بتحسي أحياناً بأنه هي الصحيحة؟ أيوة، ممكن أناقش الآخرين بأي شيء، أناقشهم بالستايل، بالموديل، الفرش، يمكن أي شيء يتعلق بتصميم الغرفة ولا ديكور البيت ولا وتبقى. إنما لما نوصل للألوان، الألوان من اختيار الزبون محض، أنا بعرفي ولو برأيي. كنت يعني أنت مو مقتنعة؟ لا، أنا مالي دخل باللون. ليه؟ اللون مسألة حساسة جدا جدا جدا، اللون هو اللي حيعيش بالغرفة. الألوان اللي في ناس ألوان بتريحهم، وفي نفس اللون بيزعج ناس تانيين. أنا أحب الأحمر، في ناس بيكرهوا الأحمر، مش ممكن يعيشوا بأحمر، كيف ممكن أفرض عليهم يعيشوا في غرفة فيها أحمر كتير؟ بتأثر على نفسيتهم. وأنا من ناحية الألوان جدا حساس، وبحترم حكاية الألوان. فيها ترى شخصية مميزة للبيت العربي، لما أنه هالشخصية هي ترى اختفت مع دخول التأثيرات الغربية؟ لا، أبداً أبداً ما اختفت أبداً. يعني نحن مثل ما تقولي عم نغير طبق اليومي، إنما نحن طبقنا الأصلي موجود، بس حبينا نغير، يعني نغير الشكل. لأنه شوفي، البيت العربي البيت موجود ولا زال موجود، ولا يمكن يمحيه ولا تأثير غربي ولا تأثير أي شيء ممكن يمحيه. لأنه الفن العربي، الفن الإسلامي أصلاً من أهم الفنون. شو النصيحة يلي أنت بتقدميها للمرأة العربية لحتى تحسن من جو المنزل وتخليه أكثر حميمية؟
الألوان. تختار الألوان اللي تريحها بعناية، تختار الألوان اللي تريح بيتها وأهلها اللي يقدروا يتعايشوا معاها، لأنه اللون شيء جدا جدا مهم. Thank you.